صباح الخير عليكم خالتي وخياتي. هذه اللي راي في الفيديو إنسانة غنية عن التعريف، ولاني متأكد باللي يعرفها كبير وصغير. متأكد باللي اللي يدخل يتصفح في مواقع التواصل الاجتماعي إلا وتخرج له هذه الإنسانة اللي هي من ولاية معسكر واللي تلقب بريم شانيل. شوفوا فيديو خالتي ومن بعد إن شاء الله نولو. خالتي نتأسف على الكلام اللي سمحتوه، نتأسف ونطلب منكم السماح، ولكن خليتكم تسمعوا بالعاني. حتى اللي ما شافش وش راهو يصرى في التيك توك يشوف بعينه ويسمع بوذنه. وأي إنسان عنده وليده ولا بنته محمل هذا التطبيق يحثه في أسرع وقت. ريم شانيل وعلى حسب بعض المصادر راهم يقولوا بلي راهي في المستشفى والحالة تاعها خطيرة، وهذا الشيء قاع بسبب الجولة اللي دارتها البارح مع منافسة تونسية مولفة تدير معها جولات، واللي راكم عارفين يطلبوا من بعضهم في الجولة أشياء غير منطقية وأشياء ما تدخلش الراس. يعني كي تشوفهم توحد ربي والله تحس روحك راك في عصر الجاهلية. البارح وفي الجولة اللي كانت تدير فيها ريم شانيل مع هاد الإنسانة التونسية، طلبت منها التونسية هذه في الجولة أنها تشرب لجافيل، وريم كالعادة والعوايد راحت وشربت لجافيل. وكما شفتوا في الفيديو بعد مدة صغيرة ريم حكمها سطر وطاحت في الأرض. كما قلت لكم كان بزاف ناس راهم يهضروا اللي مقربين لريم شانيل، قالوا بلي راهي في السبيطار والحالة تاعها ريم متدهورة، وراهم يقولوا بلي المصارن تاعها تحرقوا من لاجافيل. الله أعلم الخبر إذا مؤكد 100% ولا غير مؤكد. وهي في الجولة ظهرت في حالة يرثى لها. أنا من هذا المنبر ما نتمنى لكش الشر، أنا نتمنى لك الشفاء، وإن شاء الله هذا الشيء اللي صار لك يكون عبرة عليك وعبرة لأمثالك. إن شاء الله تاخذوا العبرة وأبواب التوبة مفتوحين مدام الإنسان حي ويتنفس. إن شاء الله تكون هذه عبرة وما تزيدوش تديروا وش راكم تديروا، وراكم توسخوا في الجزائر وشوهتوا الجزائر. إن شاء الله هذا آخر فيديو تكوني درتيه. نتمنى لك الشفاء في وجه وليداتك، راهم عندك أطفال، عندك تتدراري راهم يستناو فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ربي اهدينا قبل ما تدينا.